السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مخلص. أنا بصراحة مش عارف أبدأ إيه بإيه في الأول خالص، بس الفيديو ده عبارة عن مقدمة لبرنامج تعلم بشكل بسيط. عايز أوضح بعض النقاط في البرنامج وليه أنا قررت إن أنا أعمل برنامج زي دوت، وإيه الخبرة اللي ممكن يستفادها متابعين البرنامج، وهل البرنامج هيتوفر في الأب ستور ولا في السيديا ستور أو في متجر السيديا، يعني متجر البرامج او متجر السيديا مش مشكلة. في الوقت الحالي انا بالظبط بقالي من اول 2010 اخر 2009، يعني شهر بالظبط علشان اكون دقيق معاكم. اول استخدامي كان للايفون، كان للايفون 3GS، كان في عام 2009 شهر 5 بالظبط او شهر 6. واول حاجة صدفتني اللي عقدتني في الايفون وما كنتش اعرف احلها خالص، وساعتها كانت جديدة عليا في الوقت دوت طبعا، الا وهي الدي اف يو. دي اف يو، الدي اف يو طبعا احنا عارفينه، الا هو النظام او الوضع اللي بيجعل الايفون او الايباد او الايبود او مهما كان قابل لعملية سوفت وير جديد او ابديت جديد، تحديث جديد. ما علينا من ده كله. من خلال الوقت دوت بحثت عن النت كتير وعرفت ايه هو الايفون، لان طبعا ما كنتش اعرفه من قبليها، دي بصراحه جدا وما عنديش اي اعتراض ان انا اقول كده جدا، لان في ناس كتير تقول انت ما بتعرفش وانت لازم ما بتقولش اللي انت، لا بجد اقسم بالله انا قبل 2009 شهر 5 ما كنتش اعرف الايفون خالص نهائيا، مع انه كان خارج منه الاصدار ايفون 2G وخرج منه 3G وخرج 3GS اللي انا مسكته في الفتره ديت، كان اول ما خرج. المشكله مش في كده، المشكله اللي انا عندي حب استطلاع، حبيت ان انا اتعلم واتعلم 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 لحد ما قريت حتى كتب الابل نفسها بتاعت البروجرامينج بتاعت البرمجه قريتها، مع اني برضو ما استفدتش منها اي حاجه في الاول لاني ما كنتش حاطط لها اهتمام كبير، لان كنت جنبي الدراسه بتاعتي الا وهي سيستم نيميريك دا انفورماتيك، الا وهي الانظمه الرقميه للحاسبات هنا في فرنسا، وده اللي انا جيت على اساسه فرنسا طبعا. مش هخش لكم في قصه حياتي. المهم دلوقتي انا يعني بقول لكم ليه انا وصلت لدرجه ان انا اصنع لكم تطبيق بالشكل ده. بعد تعب كتير دام حوالي سنتين او ثلاث سنين لحد النهارده 2012، لقيت العرب زي ما هم، ما بيتحركوش من مكانهم، ما بيطوروش من نفسهم، بيشتروا الجهاز عشان يستخدموه فقط لا غير، بيعملوا جيل بريك عشان ينزلوا ادوات بس، محدش فكر اللي هو يصنع برنامج، محدش فكر اللي هو يتعلم لغه الاوبجكتس عشان يفتح الاكس كود، محدش فكر اللي هو يشتري اي ماك، محدش فكر اللي هو يعمل هاكنتوش للبي سي بتاعه علشان يعمل مثلا الاكس كود عليه ويصنع برنامج، محدش فكر في اي حاجه، محدش فكر ازاي ادوات السي دي بتتعمل، محدش فكر في ده كله ليه. هي ديت النقطة اللي أنا من خلالها قررت أن أعمل تعلم بشكل بسيط. تعلم بشكل بسيط، أول تطبيق بإذن واحد أحد وبإذن الله هيعلمك صناعة أدوات للسيديا وصناعة تطبيقات للآيفون من خلال جهاز الآيفون أو الآيبود أو الآيباد نفسه. يعني كل ملاك الآيفون آيبود آيباد مشكلتهم الوحيدة قالوا هي جهاز ماك عشان ينزلوا اكس كود عشان يصنعوا تطبيقات، لا انت ممكن تختصر، انت كان معاك فلوس واشتريت ايفون بس معاكش فلوس زيادة عشان تشتري اي ماك ولا ماك بوك ولا او 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 من البرودكتس بتاعت ابل الكتيرة دي. ممكن انت بقى دلوقتي من خلال جهازك الايفون اللي في ايدك دوت او الايبود او الايباد تصنع تطبيق من خلال برنامجين داب وانترفيس. طيب انت دابو انترفيس يا مخلص، انت قلت لنا قبل كده اللي هما فقط لواجهة رسومية واوامر لبعض الاضرار فقط لغيره، او اوامر لبعض النقط، مش بيدي كل الاوامر للتطبيق ده فعلا، بس الاوامر ديت انت اللي هتديها للتطبيق بنفسك، لان الداب والانترفيس بيتيح لك الكود سورسز بتاع التطبيق اللي انت صنعته، ومن خلال الكود سورس اللي هو الكود بتاع البرنامج نفسه اللي انت صنعته بتقدر تعدل فيه وتحط انت فيه الاوامر
اللي انت عايزها، لكل زر انت عامله او كل خلفية انت عاملها او كل ايتم انت عامله. طيب هحتاج الاكس كود عشان اعمل بيلد، تبني بقى البرنامج. لا، عندك الزيس، من خلال الزيس بيغنيك عن الاكس كود على الايبود والايفون والايباد. من خلال الزيس تقدر تختار ملفات التطبيق بتاعتك او تعمل بروجكت جديد وتحط فيه الميكينج فايلز بتاعتك او اللي هي الملفات بتاعتك، ملفات الصناعة بتاعتك، وتعمل ميك للتطبيق، والتطبيق هيتبني، بس هيتبني على اساس انه تطبيق للسيجا مش تطبيق الاب ستور. هيخرج بصيغة الديب مش هيخرج بصيغة الاي بي اي. طبعا مش عايز اطول عليكم في المقدمة، انا من جوايا بتمنى ان انا اشوف العرب في حال افضل، اخوان المسلمين من تطور لتطور، من انجازات لانجازات، من ابداع لابداع، وانا عارف ان افكاركم اكتر من افكار مش عايز اقول الامريكان، لان الامريكان هم اللي بصراحة يعني اللي انا شايفهم في الصورة دايما في الحاجات ديت بكثرة، مش بشكل بسيط. لا، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا المغزى او المعنى من المقدمة ديت، واسف اذا كنت انا طولت عليكم، بس سامحوني، انا نفسي اعمل حاجة ليكم. اخوكم مخلص.